نروح بقى للأخبار الغريبة في عالم المستقبل، ونتكلم على المستقبل القريب مع التكنولوجي وتطور التكنولوجي. الخبر ده صراحة من الأخبار اللي أنا يعني معجب بها، وهقول لكم ليه. الخبر بيقول شاومي تكشف عن شاحن لاسلكي يعمل عن بعد أمتار. عارفين حركهم دلوقتي الشواحن اللاسلكية هي عبارة عن جهاز تحتاج أن أنت تحط عليه التليفون بتاعك او الجزء بتاعك بشكل متلامس، تخليه لامس للجهاز. فده يعني هو لاسلكي وفي نفس الوقت مش لاسلكي بالمعنى المتفاهم او المتعارف عليه. كان في كمان تجارب في المختبرات علشان تقدم شاحن لاسلكي حقيقي، لكن دلوقتي شركه شاومي عندها شاحن حقيقي اسمه مي اير، واللي بيقدم خلاص منتج فعلي تقدر ان انت تشتريه من السوق قريبا. في الأول كده عشان ما حدش يستغرب، فإن مي إير ده مش شاحن صغير تحطه جنبك وتخلي التليفون يشحن وانت جنبيه كده بشكل تحطه على الترابيزة تليفونك قريب منه ولا حاجة، لا هو شاحن كبير الحقيقة، جهاز كبير هياخد جزء مش يعني مش بطال كده من الأوضة اللي انت فيها، ويقدر في نفس الوقت يشحن كل تليفونات المستخدمين اللي موجودين في الأوضة دي وكل الأجهزة كمان بشكل متزامن، وباستطاعته انه يحط كهرباء يبعت كهرباء بقوة 5 واط. الشاحن بيتألف من حوالي 144 هوائي أو إيريال، بيستخدم تقنية اسمها الأمواج المليمترية، ويقدر يتعرف على موقع التليفون بشكل دقيق في الغرفة ويبعت للشحنات الكهربائية لاسلكيا حتى لو اتغير من مكانه مدام هو لسه في المدى اللي بيدعمه الجهاز. تعالوا نشوف الإعلان الرسمي اللي عملوه للتليفون للشاحن اللاسلكي ونرجع مرة تانية. What does charging look like in the future? Imagine walking into a room and your phone automatically begins charging. Today, we're bringing this closer to reality. Introducing Mi Air Charge technology. Using a system made up of 144 antennas, this transfers energy to the smartphone in the form of an extremely narrow millimeter wide wave beam. Within a few meters, we offer a 5-watt remote charging solution. Taking that a step further, it also supports multi-device charging. Charge on the move, while gaming, or even when something's in the way. Looking ahead, smart living goes truly wireless. This isn't science fiction. This is technology. Mi Air Charge technology. زي ما حضراتكم شفتوا في الإعلان على المنتج ده، هو الجهاز مش صغير زي ما اتفقنا، لأنه طبعا هي حاجة مختلفة. انت تخيل انت بتبعت شحنات كهربائية لاسلكية وبشكل مستمر، يعني مش تبعت شحنة واحدة وخلاص، انت طول الوقت بتبعت شحنة عشان تقدر تشحن جهاز. فطبعا ده بيديك حرية كبيرة جدا في الحركة طبعا في محيط الجهاز ده الشاحن. طبعا ممكن يبقى بقى تخيل المستقبل يكون الجهاز ده موجود في اماكن زي ما كده، في اماكن بقى فيها واي فاي فري كمان يبقى فيها شحن فري، انت بس تروح المكان ده بقى عندك واي فاي تقدر تشحن تقدر تستخدم تليفونك عبر الانترنت بشكل مجاني، وفي نفس الوقت تشحن تليفونك من غير ما توصل ولا تحط جهاز قريب ولا تلمس ولا اي حاجه. كمان هو يقدر يعمل لاكثر من جهاز في نفس الوقت، يعني طبعا دي خلينا نقول هي مقدمه او بدايه للتكنولوجيا. لو تفتكروا زمان، مش زمان يعني بس زمان نسبيا، لما سامسونج عملت اول تليفون قابل للطي، قلت لكم هي الفكره انه دي بروف اوف كونسبت او تاكيد لان التكنولوجيا دي بقت موجوده. مع التطور كل شويه هنلاقي تليفون يعني في امكانيات اكتر وبقى في سهوله اكتر في الاستخدام، بتكلم على التليفونات القابله للطي. هنا نفس الفكره، المنتج خلاص اتوجد، التكنولوجيا اتوجدت، بعد شويه تلاقي التكنولوجيا دي حجمها بيصغر وامكانياتها بتزيد، زي ما اي حاجه في الدنيا في التكنولوجيا كده، اي حاجه بقت كبيره شويه بشويه بتصغر وامكانياتها كمان في نفس الوقت بتزيد. الاختراع ده انا شايف انه اختراع مهم جدا، لانه كان فكره الشحن اللاسلكي انا كنت شايف ان هي قاصره، يعني انا بشحن تليفوني لاسلكيا بس لازم احطه على جهاز، فانا برضو ما بقتش بستخدمه بشكل في حريه. يعني الجهاز الاختراع ده قد نرى في المستقبل القريب جدا ان شاء الله بيغير فعلا زي ما قالوا في الاعلان، بيغير زي فكرة الشحن اللاسلكي، وده حقيقي.